معنا ياسمين من القاهرة. السلام عليكم يا ياسمين. السلام عليكم. السلام. لو سمحتي، انا عندي مشكله واحده صاحبتي، بس هي في الصعيد وانا في القاهره. تمام. صاحبتي ديت اهلها يعني غصبوها انها تتجوز واحد هي مش بتحبه. مبدئيا كده تقدمناها، اتخطبوا يعني 4 مرات، كل مره تفشكلها واهلها يغصبوها انها ترجع له تاني، لحد ما اتجوزت وقعدت معاه سنه. المشكله ان هو مش بيعملها كويس خالص. هو مش مشكله الفلوس ولا الماديات او كده، او مش بيضربها، لا، بس هو مش بيعملها كويس، زائد ان هو مش راجل. تمام. هي قعدت معايا سنه واحده دلوقتي، يعني مش قادره اوضح بصراحه. يعني هي بنت زي ما هي ولا بقت مدام ولا ايه الوضع؟ يعني بقت مدام بدكتوره. تمام. ومفيش اي نوع من انواع التواصل؟ لا، يعني هي مش مرتاحة خالص معاه نهائي. استني يا ياسمين، النقطة دي هي معاها إثباتات، معاها ما يدل، كشوفات ما يدل على إنه كذا وعنده مثلا عجز أو عنده عدم مقدرة، ولا الأمر سري محدش يعرفه غيره هي؟ لا، ما يعرفش غير هي وهو بس، والاهل ما يعرفوش خالص. واصلا هي حضرتك من الصعيد، فاهلها اصلا ما يعني جابرينها انها تتجوز البني ادم ده، عشان هم عايزين يتجوزوا البني ادم ده، لان كان في بني ادم تاني كويس وهي كانت عايزاه وهم رفضوا. الصعيد وكده كان تاني، فهم بالنسبه لهم لما هي راحت قالت لمامتها، بالنسبه لها ان مش مهم ان تبقي مرتاحه، مش مهم العلاقه، ممكن تجيبوا عيال من عمليه عادي، مش مهم. فهمتيني؟ ده طبعا ده حرام. وهي فين هي احتياجاتها؟ هتعمل فيها ايه؟ مين اللي هيلبيها يعني؟ هل هي عايزه تاخد قرار الطلاق؟ هو قال لها مش مهم انت تبقي مرتاحه معايا، المهم ان انا متجوز وعايش حياتي، يعني اللي هو متجوز يعني. ايوه، عشان يداري المهم بقى مرتاحه او لا. النقص ده لا طبعا مش صح، مش صح. طيب سؤالك ليا ايه يا ياسمين؟ ايوه، هي راحت سالت شيخ وقال لها اطلقي، وهتدي ان عشان لو ما هو مطلقكيش يعني تقولي الاهل. انا ما اعرفش هي الكلام ما بينهم ما بين مامتها، بس مامتها مش فارقه. طيب اسمعيني يا ياسمين، عشان هو الخط ابتدى يقطع. ياسمين معانا ولا راحت؟ طيب بصي يا حبيبتي، هو الخط بيقطع. فرصه الزواج ليها ايه؟ استمع، مش تبقى احسن من قبل كده؟ طيب ياسمين، المخرج بيقول لك اقفي في مكان فيه شبكه. ماشي، عشان هو الخط بيقطع. تمام. طيب تمام. انت قلتي هي راحت لشيخ اخر حاجه، والشيخ قال لها يحق لك التطليق وطلب الطلاق، وبعدين؟ ها، بس كده. هي خايفه لا تاخد القرار دوت ويعني وتصر عليه، بعد كده يجي لها واحد تاني مش كويس، لانها اسمها مطلقه، حتى لو كانت لسنه واحده بس زواج، بس اسمها مطلقه. اسمعيني اسمعيني، عشان الاوهام والشبهات اللي بتحصل في حاجه زي كده. بصي يا بنتي، الراجل لما بيتزوج عليه انه يكفي زوجته جسديا وماديا، اكله يطعمها مما يطعمه، يكسوه مما يكسوه، والامر الجسدي الامر الفسيولوجي لازم يكفيه هذا الامر. طيب هو غير قادر وعنده عجز، طبعا هي الصح ان هي كانت تجيب الكلام ده بكشوفات، او تجيب تحليل المستشفى او التحليل اللي هو عامله، او الله اعلم هو كان خادعهم وعارف ان هو غير قادر على امر الزواج قبل كده. طيب اتعمل عمليه، وامها بتقول تعمل عمليه ايه؟ عمليه تخصيب خارجي مثلا. طب وهي فين احتياجها؟ وهو مثلا ما يجي يقرب منها والدنيا تبوظ والدنيا كذا، تروح فين؟ يعني ما هو يا تندفع على الحرام، يا تموت وتعمل، يا خلاص تبقى يعني اعرف ناس واصلين ل 20 و30 سنه وتقول لك ايه ده، هو في الموضوع ده بجد؟ احنا ما نعرفش القصه دي. وبعدين يقعوا في الحرام بسبب اكتشاف مفاجئ ان في حاجه، بسبب الافهام الخاطئه دي. لازم المراه تعرف حقوقها، لازم الزوجه تعرف حقوق ايه اللي ليكي وايه اللي عليكي، زي ما بينطلب ايه اللي له وايه اللي عليه. هو فرحان، هو كده رجولته مكتمله، انا متجوز ومعايا واحده ست وقاعده بقالها سنه. وطبعا الغلط ان هي خبط الامر، لا، الحاجات اللي زي دي ما تتخباش، لازم الاهل يعرفوا. طيب الشيخ لا حق التطليق، وفي حتى في المحكمه الطلاق بالضرر، وبيبقى تقول لك ان هو غير قادر على اتمام العلاقه الزوجيه او في الفراش، المحكمه بتطلقها بسبب بالامر ده. طيب النقطه الثانيه بقى اللي هي الشبهه بقى، تبقى بتنضرب وبتتسلخ وبتسرق فلوسها، ممضيها على شيكات، تقول لك اصل انا خايفه لو اتطلقت هعمل
خايفه من ايه؟ ده انت قاعده في مصيبه، ده عمال يبيعك في الدنيا عشان يجيب المخدرات اللي بيشربها، ده بيقول لك ما اعرفش اطلعي فين وكلمي المدير الديوس، بيقول لها كلمي المدير عشان خاطر ما اعرفش ايه، عشان بس الاجازات، عشان ايه ده اللي بيودي مراته للرجاله ده؟ بصي يا بنتي، بتقول لك لا اصل انا خايفه. لا طبعا، لا طبعا، شرفك وعرضك وحالك وكرامتك بصي لازم تعرفي حقوقك، لازم المراه تعرف، لازم الزوجه تفهم اللي لها ولها واللي عليها، الامر ده ما تخافيش. اولا الله سبحانه وتعالى هو بيده الارزاق، ربنا سبحانه وتعالى اللي بايده الزوج الطيب اللي يجي بيزيجه، الزوج الصالح اللي بيجي. والله احنا كنا عايشين في مجتمع يعني، او احنا حاطين نفسنا في قوالب يعني ومجتمعات وايديولوجيات، كنا ابدا لا نظن ان بره يعني في ناس خلاف الناس الممتازه اللي احنا معاهم دول، لكن لما حصل انفتاح على المجتمع بلاوي كتير، بلاوي. فانت مين يحميكي من الامر؟ الله سبحانه وتعالى. مين يعطيكي هذا الامر؟ لما بنيجي نتكلم في الاسماء والصفات واجي اقول انا خايفه من المستقبل، فامر يبقى اللطيف يلطف بيا بعد وقوع المصيبه. ما اتطلقت، الطلاق ده مصيبه، ولكن هو حل، والله حل الجميع لمشكلات كتيره، مش مشكله في حد ذاته. يبقى انا بعمل باخد بالاسباب وبدعي الله سبحانه وتعالى باسمه اللطيف، اللهم اسالك باسمك اللطيف يا رب التلطف بيا فيما جرت به المقادير، والرزق بتاع ربنا. ايه اقول ايه عشان يجي رزق الزواج؟ واحنا قلنا الكلام ده للبنات كتيره اللي متاخر عليها امر الزواج، اللي جاي عايزه زواج كانت طالعه من تجربه، ان شاء الله نعمل حلقه للمطلقات ونشوف ازاي تدور حياتها بعد مرحله الطلاق، ان شاء الله نوعدكم بالحلقه دي. طيب لما تيجي بقى واحده ادعو بايه؟ رب اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته. مش بس الرجاله لينا احنا كمان، انت عايزه زوج يعني، احنا عايزين يا رب بقى الايه؟ المواصفات التحفه كده. ربي دايما اكسري من هذا الدعاء دايما، والحوقله لا حول ولا قوه الا بالله، الامرين دولت ياتوا مع طبعا الطاعات والحاجه، والله سبحانه وتعالى بيده الامر. استخرتي؟ خدتي بالاسباب وعملتي وكذا، اعرفي ان هو ده الخير. طيب انا دلوقتي لا ما تخافيش، الا اسمعي، اذا كنت قادره انك تكملي زواجك مع حد عاجز، وان انت مش فارق معاكي امر العلاقه، وان انت مش في دماغك المراه لا تثير الا ذا السسر والكلام اللي خلاص انت راضيه بهذا الامر، خلاص ارضي وكملي بقى حياتك، طفل انابيب بقى وياخدوا يخصبوا البوي يعني، شوفوا هتعملوا ايه. لكن لا، انا محتاجه راجل، انا محتاجه حد معايا، انا محتاجه سند اتسند عليه، لا انا محتاجه الامر الفسيولوجي اللي الله سبحانه وتعالى وضعه فطره في النساء وفي الرجال، محتاجه الامر. لقيت نفسك هتقعي في محرم ولا واحد كلمك بره استغفر الله ولا كذا، لا يبقى افصلي بدل ما تقعي في محرم وتطلقي وتزوجي بس. وده رأي اللي مش رأي لوحدي، ده رأي الفقهاء كمان. هدول الله سبحانه وتعالى يا رب يبصرها بالخير، ويا ريت توصل لها يا ياسمين صوتي، اللهم امين.